وصلنا لفقرتنا الطبية بحلقتنا لليوم. بيعاني البعض من رغبة شديدة بتحريك الساقين عند الاستلقاء، وبيصيبهم شعور يمكن بيقولوا ما لنا قدرانين نعبر شو يلي عم يصير معنا. هو تنميل، هو الدم عم يغلي بجسمنا بطريقة سريعة. هذا اضطراب مزعج جدا أكيد، وبيسبب للمصاب صعوبات كبيرة أثناء فترة النوم وقلق بينعكس بطريقة سلبية على نفسيته. تماماً يا ميشو، وإذا كنتوا من الأشخاص يلي عم يعانوا من أعراض مشابهة لهالشي، يمكن تكونوا مصابين بظاهرة تتسمى متلازمة تململ الساقين. شو هي أعراضها وأسبابها وكيف ممكن تكون طرق العلاج؟ خلونا نعرف سوا مع الاختصاصي بأمراض العصبية دكتور عمر كشكي. سعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات دكتور عمر، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. تململ الساقين يمكن كمصطلح يكون شوي غريب بالنسبة للأشخاص يلي عم يحضرونا، ولكن إذا منفسر شوي الأعراض يلي بتصير مع الشخص منلاقي إنه هي متداولة بين الناس. إذا بنعرفها طبيا بالبداية، وهل هي بتصيب فئة عمرية معينة أو لا، ما لها علاقة؟ في شيء حضرتك حكيتيه بالبداية إنه هي متلازمة فعلا وليس مرض، لأنه لازم نفرق بين شيء مرض وبين شيء اسمه متلازمة. المتلازمة هي قد تكون مجموعة أعراض بتصير بعدة أمراض، وهي هي الساق المتململة. طبعا حكيتي عنها حضرتك إنه هو شعور ملح عند الشخص لحتى يحرك رجله أو لحتى يقوم يمشي. أحيانا ينتقل من القدمين، حتى ممكن ينتقل للساقين، وحتى أحيانا للإيدين. هذا الشعور عادة بصير ليلا لما نخرج للنوم. بالنهار نحن عم نشتغل، نحن وعم نعمل نشاطاتنا اليومية، ما عنا هذا الشعور أبدا. بس لما نخرج للنوم وللركون ودماغنا يبلش بده يدخل بالنوم، عم تتفعل هي المشكلة عنا. طبعا أسبابها كتير رح نجي على ذكرها، بس لازم نحكي إنه هذا المرض منشأه ليس محيطي، يعني هو ما له مشكلة بالعصب بيعملنا هذا الشعور، هو مشكلة بالدماغ نفسه. لهيك بصير بصراحة وقت بدنا ننام، لأنه في مجموعة من النوى اسمها النوى القاعدية هي موجودة بالدماغ، عادة هي مسؤولة عن شيء اسمه أمراض الحركة. والساق المتململة بصراحة هي واحدة من متلازمات الحركة اللي بنسميها، مثل مرض باركنسون، مثل الرعاش وإلى آخره. فإذا الساق المتململة بالاختصار هو شعور ملح لتحريك الطرفين أو لفركهم ببعض لما نخلد للنوم، عادة بدون وجود سبب ثانوي صريح يفسر هي الأعراض. تمام، شو أبرز أسباب هي المتلازمة؟ وفعلاً الأمراض المزمنة بترتبط بتململ الساقين أو ما دخل؟ نعم، في أمراض مزمنة نعم ممكن تعمل هي المتلازمة. مثل ما حكينا هي متلازمة وليست مرض، لهيك بتندرج تحت عدة أمراض. فممكن نشوفها، سألتيني حضرتك بأي فئات عمرية ممكن نشوفها؟ تمام، ممكن نشوفها أحياناً عند الشباب، وخاصة المصابين بالتصلب اللويحي أو اللي عندهم فقر دم بنقص الحديد، هدول معرضين أكثر لحتى ينصابوا بهي المتلازمة. ممكن نشوفها عند الكبار بالعمر، عادة عند الفئتين، كبار بالعمر اللي عندهم باركنسون مثلا، لأنه كثير بيختلط موضوع الساق المتململة وعلاجها مع مرض الباركنسون، لأنه واحد من علاجاتها هو الأدوية الخاصة بالباركنسون ممكن تشيل فيها. فإذا الأسباب بصراحة مجهولة، ولكن في عنا أمراض يحدث ضمنها متلازمة التململ، من التصلب اللويحي، اعتلال الأعصاب الوراثي وليس المكتسب أو ليس السكري، لأنه في عنا اعتلال عصب سكري. نحن المرضى بيحسوا بحس حارق او تنميل او خدر بالاقدام بصير ليلا، هذا مختلف عن الساق المتململة. هدول اندر من النادر ما يصابوا بالمتلازمة الساق المتململة. بينما الاشخاص اللي عندهم اعتلال اعصاب مكتسب او وراثي مثل الشاركوت ماريتوث، هدول ممكن يطوروا عندهم بعدين ساق متململة. المرضى اللي عندهم قصور كلوي بيرتفع اليوريا عندهم، بصير في عندهم اضطراب شاردي، كمان معرضين لانه ينصابوا بالساق المتململة. الام اس حكينا، فقر الدم بنقص الحديد، ومرض الباركنسون، هدول خليني اقول اشيع الاسباب او اشيع الامراض الكبيره اللي ممكن من ضمنها تكون متلازمه الساق المتململه. تمام دكتور، يمكن نحن باغلب الاحيان وقت بنحس انه في خدر برجلينا او في تشنج، وخاصه ببطه الرجل، بنقول انه اكيد نقص مغنيسيوم، اكيد في عندنا نقص فيتامين د. نحن كدكاتره يعني كلياتنا بنشخص لحالنا انه شو المشكله اللي عم بتصير معنا. هل فعليا نقص المغنيسيوم او فيتامين د ممكن يعطينا الاعراض اللي بتصيبها متلازمه تململ الساقين؟ لا، تململ الساقين مختلف عن تشنج الساقين اللي بصير ليلي. التشنج الليلي قد يكون مجهول السبب، ما له سبب، بصير كمان باعتلالات الاعصاب، وقد يكون فعلا هو عن طريق نقص المغنيسيوم. واحيانا ما بيكون في نقص مغنيسيوم، بنسميه هذا التشنج الاساسي اللي ما له سبب، ممكن يصير بسبب الديسكات، حتى امراض الديسك القطني واعتلال الجذور والاعصاب. بالمناسبه كمان الديسك القطني واعتلال الجذور والاعصاب ممكن يعمل الساق المتململة كمان، يعني المرضى اللي عندهم ديسك قطني ممكن يعانوا ليلا من اعراض الساق المتململة.
فالتشنج ممكن يصير بشكل أساسي. كلمة أساسي بالطب يعني ما في سبب، يعني ما عندنا سبب، وقد يكون بسبب ثانوي، بسبب أزيات جذور وأعصاب ونقص فيتامينز. المغنيسيوم عادة حتى لو كان طبيعي، ممكن أحيانا هدول الأشخاص اللي عندهم تشنج ساقين، طبعا مختلف عن الساق المتململة، يأخذوا المغنيسيوم، هو معدن وعادة معه فيتامين مثل البي 6، ممكن يخفف الأعراض التشنجية. أوكي. بس هذا موضوع مختلف عن الساق المتململة، لأنه الشخص اللي عنده ساق متململة ما بيقدر يفسر شعوره، يعني هو أنا ما عندي خدر ولا عندي نمل، ما عندي هدول شيء ولا عندي تشنج حتى، بس عندي شعور أنه أنا ماني مرتاح ولازم حرك رجلي لحتى أحس حالي مرتاح. وقت نعمل تخطيط أعصاب عادة بيطلع طبيعي، ما عنده مشكلة أعصاب. طب دكتور، هو بمجرد قام تحرك رجلي بتتحسن مباشرة الأعراض؟ جد بحكي، لأنه هن مرتبطين بالنوى القاعدية الموجودين بالدماغ، اللي هدول عملهم يمكن وقت نحن نرتاح ببلش في خلل وظيفي عندنا بالنوى القاعدية بالدماغ، بيتفعل لما نكون مرتاحين ومسترخين، أما لما عم نمشي ونتحرك هذا الخلل غايب، لهيك ما عم نشعر فيه. تمام. طيب دكتور، كيف ممكن يتم تشخيص هي المتلازمة؟ يعني عم يصيبني خدر، بنروح على المشفى بس نحن ما بنعرف شو السبب الأساسي. تمام، بدي ارجع اكد، هو المريض عاده ما بيشكي بخدر، بيشكي عدم ارتياح عدم فقط. راح. تمام. الخدر رح نبحث عن سبب ثاني فعلا اذا كان في اعتلال عصب ولا لا. دائما باي مرض دائما في قصه سريريه، يعني بده يجي المريض عنده اعراض عدم ارتياح ليلي وشعور ملح لتحريك الساقين لما بده ينام، هي القصه بتوجه مجرد توجيه. هلا نحن كاطباء بدنا نفحص فحص سريري، فحص السريري عاده لهيك متلازمه بيكون طبيعي لما ما يكون ناجم عن شيء ثاني مثل اعتلال العصب. تمام. بعد الفحص السريري اذا كان احنا كان عندنا فحصنا سريري طبيعي ما عم يوجه لشيء، بدنا نبحث عن الاسباب اللي ممكن تعملها. يعني بدنا نحلل الحديد ونعمل تحليل لفقر الدم، اذا كان طبعا عم بحكي عن الاعمار الصغيره، يمكن الاعمار الكبيره احسن بدنا ندور عن باركنسون وندور عن اعتلالات اعصاب مكتسبه لاحقا، فبننفي الاسباب الثانويه لها. طبعا عاده لما نعمل تخطيط اعصاب بالساق المتململه اذا ما كان ناتج عن اعتلال اعصاب مكتسب رح يكون طبيعي، ما رح يكون في عندنا شيء. فاذا هي قصه سريريه مع فحص طبيعي، بنبحث عن الاسباب الثانويه، القصور الكلوي، التصلب اللويحي، فقر الدم، الباركنسون، اعتلالات الجذور والاعصاب اللي بتصير من الديسكات القطنيه. في حال كان طبيعي كل هدول طلعوا عنا طبيعيات، والاعراض السريريه بتشير عنا للساق المتململه، فهي اسمها ساق متململه اوليه طبعا، اذا او مجهول السبب، نرجع لكلمه مجهول السبب او اساسي. إذا كان في عنا فقر دم أكيد هالشي بيساعد بالتشخيص، والحل بيكون أسهل لأنه في عنا سبب. دائما لما يكون في سبب العلاج بيكون أسهل، منعالج مسبب بتخف الأعراض كتير بدون ما نحتاج ناخذ أدوية خاصة بموضوع الساق المتملي. ممكن تعويض الحديد يحسن، إذا قصور كلوي وعدلنا الشوارد وتحسنت عنده الإماها ممكن يتحسن بدون ما ياخذ أدوية. فإذا التشخيص بالبداية يعتمد على القصة السريرية وبعدين على الفحص السريري والاستقصاءات البسيطة اللي ممكن تنعمل للساق المتملي. تمام دكتور، في حال تم تشخيص تململ ساقين والمسبب غير موجود أو مجهول مثل ما ذكرت حضرتك، كيف بيتم علاجه للشخص؟ في عنا شقين للعلاج، خلينا نقول في شق دوائي وفي شق سلوكي، خلينا نقول أول علاقة بعادات اليومية للمريض. فبالبداية هلأ إذا بدنا نحكي عن الدوائي بصراحة، هي الأدوية المسكنات العادية اللي يعني الديكلوفيناك، الإيبوبروفين، الباراسيتامول، هدول شغلات ما راح تفيد بهيك ساق متململة. دائما في عنا أدوية مثل أدوية الباركنسون اللي حكينا عنه، ليفادوبا ومشتقاته، هدول ممكن يفيدوا بالعلاج لأنه حكينا مشكلة أساسا بالنوى القاعدية اللي بتفرز هي المواد أساسا. تمام. أحيانا بعض أدوية المسكنات المركزية مثل الكودائين والأفيونات هدول ممكن يساعدوا، وأحيانا بعض مضادات الصرع مثل البريجابيلين ومضادات الاكتئاب الدروكسيتين، هدول ممكن يساعدوا بتخفيف الآلام. طبعا هن مثل ما حكينا بتخفف مو آلام، هالشعور الملح عند المريض. تمام. هذا علاج عرضي. في عنا علاج سلوكي، مريض ننصحه انه يخفف منبهات، يوقف تدخين، الكحول طبعا كمان واحد من الاسباب، مفروض اذا عم يتناول الكحول نخفف من تناول الكحول. وممكن في شيء نعمله مغاطس دافيه، مغاطس بارده بالتناوب ليلا قبل النوم، ممكن هذا الشيء يساعدنا انه ننام مرتاحين بدون ما نحتاج ناخذ دواء. ومن عدة سنوات طلع شيء اسمه الحذاء الطبي، خليني أقول هو مو الحذاء اللي بيستخدم للمشي، هو حذاء وقت النوم باللبس. موصول لبطارية وبيعطي نبضات بشكل متواتر بشكل معين، خليني أقول لحتى يعاكس هذا الشعور اللي احنا عم نحس فيه، مثل المساج الخفيف. نعم، وكأنه عم يصير مساجات خفيفة للعضلات وتنبيهات للأعصاب، فهذا بيستخدم وقت النوم، كمان ممكن يساعد ويوقف هي الحالة بدون ما ياخذ المريض دواء. ممكن اذا الشخص تعرض او اضطر انه ياخذ ادويه، هي الادويه ممكن تعمل تاثيرات جانبيه؟ دائما بصراحه لما نعطي اي دواء لمريض بيسالك انه دكتور شو بيعمل؟ في له اعراض جانبيه؟ بكل بساطه وكل صراحه رح اقول له ما في دواء ما له اعراض جانبيه، يعني دائما اي دواء
ابسط دواء ممكن تتخيليه اكيد ممكن يكون في له اعراض جانبيه. ودائما لما بدنا نوصف اي دواء بده يكون في ميزان، في موازنه بين عرضه الجانبي وبين فائدته. فيا ترى انا لما باخذ دواء عمل عرض جانبي معين، فهل يا ترى فائدته كانت اكثر من ضرره؟ هون دائما الميزان. واحيانا المريض بيقرر مو الطبيب، يعني هو لما بيقول لك انا والله مثلا عمل لي فرضا اعراض هضميه بسيطه مثلا لعيه نفس، يا ترى انا متحمل الغثيان مقابل انه يروح الشعور عندي ولا لا؟ الغثيان مزعج مثله مثل الشعور اللي عندي وانا مضطر غير الدواء. فما في دواء بالمطلق ما له اعراض جانبيه، بس هي اعراض بصراحه ما لها شائعه، مو دائما شائعه هي الاعراض، نسبتها بتكون قليله، بس دائما بنحذر المريض من الاعراض الجانبيه. يعني بدنا نعطي مثلا لمرضى الساقه المتململه ادويه الباركنسون، ممكن تعمل لهم غثيان، هي اعراض هضميه كثير شائعه، ممكن تصير حالات نادره ممكن ما تصير ابدا. بس على المدى الطويل نحن مريض الساقه المتململه عاده الجرعات اللي بياخذها سواء كانت كمضادات اختلاج او مضادات اكتئاب او حتى ادويه باركنسون هي جرعات خفيفه ما لها جرعات عاليه، فعاده ما بتعمل اعراض جانبيه، يعني بضل المريض متحمل للدواء مقابل انه هو عم يقدر ينام، لانه المريض اللي عنده ساق متململه وما عنده نوم جيد ثاني يوم مزعج كله مزعج، ثاني يوم هو اذا موظف ما عم يقدر يشتغل، واذا بده يسوق ما بيعرف يسوق، واذا بده يقعد يحكي ما رح يطلع معه حكي جيد، فهو ما له مرتاح نسبه لباقي الاعراض. تمام. فاذا عاده بيكون الاعراض الجانبيه للادويه محتمله جدا، وبصراحه ممكن اندر من النادر ما يصير عرض كثير خطير. دكتور يعني ما شاء الله عليك دائما هيك بتشرح لنا شرح واسع بكل التفاصيل. هيك ختاما بدنا نعرف نصائح لكل الاشخاص اللي هن مشخص لهم حاله تململ الساقين، شو بتنصحهم من بدايه النهار لوقت يفوتوا يناموا؟ شو الاشياء اللي لازم يعملوها؟ هلا بصراحه التوصيات دائما هي حازمه، بخصوص حكيت انا موضوع التدخين والمنبهات هذا موضوع كثير حازم، يمكن ممكن المرضى بينبسطوا من هي النصيحه وبطلوا يرجعوا عند الدكتور اذا قال لهم لا تدخنوا ما بقى يرجعوا، بس المفروض ان احنا ننبهوا لهذا الموضوع. الكحول يمكن ما كثير منتشر، ولكن بصراحه هو من الشغلات اللي ممكن كثير تزيد من الساق المتململه. موضوع ممارسه الرياضه المنتظمه وخاصه عند المسنين، لانه ممكن نشوف هالظاهره هي عند الكبار بالعمر وهدول يمكن قليل ما يتحركوا، فالمفروض يكون في عندنا ثقافه ممارسه الرياضه تنتشر عندنا خاصه عند الكبار بالعمر. الكبير بالعمر مو يعني يقعد بالبيت وما يتحرك، لا بالعكس هذا بيأذيه طبعا. المفروض يكون على الاقل عنده 15 دقيقه ل 20 دقيقه مشي 3 مرات بالاسبوع، هذا شيء اكيد بحسن مو بس من اعراض الساق المتململه، بحسن الدوره الدمويه، بحسن وظائف القلب، وظائف الاعصاب، حاله وقائيه. نعم بشكل عام. ومثل ما حكينا بدنا نخفف ستريس توتر، لا تسأليني كيف، بس لازم يخفف ستريس وتوتر اكيد مع هالظروف كلها دكتور. لازم يخفف هي كمان ستريس، لا دخان ولا منبهات ولا رياضه وهي ثالث وحده. واخر شيء موضوع المغاطس في الحمام الليلي قبل الخلود للنوم ممكن فعلا يفيد، فهدول اذا التزمنا فيهم بظن اكثر من 50% من الاعراض ممكن تخف عنا. طبعا اي مريض عم يعاني انا ضد انه حدا ياخذ نصيحه على التليفون او نصيحه بشكل مباشر، لازم يراجع طبيب يتشخص تشخيص صحيح، تنفى الاسباب الثانويه للمرض، لانه احيانا ممكن كثير مرضى يضلوا ياخذوا مسكنات والادويه اللي حكيتها، انا حكيت ادويه مضادات صرع مضادات اكتئاب، فاذا هي ما لها ادويه امنه بالمطلق، يعني لازم تكون ماخوذه تحت استشاره طبيه. فحرام الشخص او المريض يجي ياخذ هي الادويه مثلا فرضا وعنده نقص حديد، ممكن ياخذ يتعالج للحديد شهرين ثلاثه بتروح اعراضه وخلص انتهينا من الموضوع. تمام. او عنده مشكله جذريه مثلا ممكن تتعالج بالرياضه بعلاج فيزيائي ممكن تروح اعراضه، فدائما يكون في استشاره طبيه لاي عرض مستمر مثل هذا العرض قبل ما ناخذ ادويه، لانه جارتنا نصحتنا او لانه فلان اخذ هالدواء وتحسن، دائما يكون في استشاره طبيه قبل ما نطبق اي دواء. هي نصيحه كل طبيب بيجي لعنا بصراحه هي كثير مهمه، لانه للاسف كثير شائع انه نحن ناخذ دواء بشكل عشوائي، انا باخذ لانه نفس الالم ممكن مع نفس الشخص يكون يعني مختلف عرض مختلف تمام. احيانا يعني الالم اللي بيصير بالساق مثلا وبالقدم ممكن كثير اشخاص انه هذا ديسك، عند هذا الشخص يكون ديسك، عند ثاني يكون خسره بالشريان، عند الثالث يكون موضوع دماغي، فاذا الموضوع مختلف تماما، مو نفس العرض يعني نفس المرض. تمام. في كثير امراض بتعمل نفس الاعراض، لازم يكون في استشاره طبيه لنوصل لتشخيص صحيح. يعني معلومات كثير مهمه ومفيده وكل شخص لازم يعرف هيك معلومات. بدنا نشكرك لوجودك معنا دكتور، واهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك دكتور عمر، اهلا وسهلا فيك، شرفت.